السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم اللي مازال ما دار ابوني دير ابوني، واللي دير ابوني بارطاجي الفيديو ويخلي لنا شي كومونتير تحفيزي. المهم اليوم ان شاء الله جيت نجاوب على الاسئله ديالكم بخصوص الراميد وبخصوص الموقع ديال التضامن. نبداو بالراميد. الناس اللي كيصيفطوا نمره الراميد 12 12، في هذا الوقت هذه كنقول لكم باللي حبسوا، يعني هذه الخدمه ديال الراميد حبسات دابا. الناس دابا خدامين للسيت ديال التضامن، هو اللي خدام دابا. المرحله الثالثه هي هذه، كانت المرحله الاولى ديال الضمان الاجتماعي، الثانيه ديال الراميد، الثالثه ديال القطاع الغير مهيكل اللي ما عنده لا راميد لا سينيسيس. المهم هذه وحده. حاجه اخرى، الناس ديال الراميد اللي عندهم راميد وفات لهم شحال هذه، حتى هما يقدروا يدفعوا للسيت ديال التضامن. والناس اللي عندهم لا سينيسيس حتى هما وشحال هذه ما خدموا بها، حتى هما يقدروا يدفعوا للسيت ديال التضامن. راه خليت لكم الشرح ديالو الفيديو اللي يكون قبل هذا، ويطلع لكم هنا الفوق، تقدروا حتى هما تدخلوا تشوفوا لي زيتاب كيفاش تسجلوا. بالنسبه للناس اللي صيفطوا نمرد الراميد 12 12 ومازال ما جاوبوهمش، رفضوا طلب ديالهم ولا قبلوه، غير تسناو، راه غير عليهم الضغط. ان شاء الله غادي يقبلوكم كاملين، حيت كاينين بزاف الاسر اللي عندهم الراميد وكاملين دفعوا في هذا الوقت الوجيز هذا، يعني كيديروا شويه بشويه، كيخلصوا الناس شويه بشويه. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على التضامن، غادي نقول لكم واحد الحاجه جاتني بزاف الاسئله عليها، هي اننا كنتسجلوا، يطلع لكم هذا الميساج اللي تسجل دابا، كيقول لكم لقد تم تسجيل طلبكم، سنراسلكم بعد التحقق من المعلومات. هذا الميساج اللي كيطلع لكم دابا، شحال من واحد كيجيه ميساج ان راه وصلهم الطلب، شي وحدين ما كيجيهمش. بغيت غير نطمئنكم ان راه غير الضغط اللي كيدير هكاك، يعني غير صبروا، راه الا تقبلتوا غيصيفطوا لكم ميساج يقول لكم انكم تقبلتوها، لو مونطون شحال تشدوها، فين تشدوه. هذه حاجه اخرى. الناس اللي شي وحده راجلها عندها في الحبس وعندو الراميد، تقدر هي تدفع دابا للسيت ديال التضامن، بان هي ربت الاسره، يعني هي دابا اللي تقدر تدفع. وحتى الناس اللي ميت لها الراجل وعندو الراميد ما تقدرش تدفع بسميتو هو، تقدر تدفع في السيت انها هي ربت الاسره. وبالنسبه للناس اللي حبسات لهم الخدمه ديالهم بسبب هذه الوضعيه اللي فيها حنا دابا، راه كاملين يقدروا يدخلوا، لما عندهمش الضمان الاجتماعي ولا الراميد ما استافدوش من الراميد والضمان الاجتماعي، راه يقدروا حتى هما يدخلوا دابا للسيت ويعمروا المعلومات ديالهم. غير حاولوا في المعلومات تكونوا ديروا داكشي اكزاكت، يعني ما تخطئوش في المعلومات. شحال من واحد كيجيه الميساج انه خطا في المعلومات، كيقول لك لا راه دخلت داكشي صحيح. اخويا كنقول لك راه غلطتي في المعلومات، راه السيستيم هذاك راه ما يقدرش يقارن بحيث عاطينهم المعلومات اكزاكت. علاش هما كيديروا لك نمره لاكارت هي الاولى، نمره البطاقه التعريف الوطنيه هي الاولى، حيت اول حاجه كيديروها كيقارنوا المعلومات اللي عطيتيهم واش مطابقه البطاقه التعريف الوطنيه اللي عندك. يعني غير بشويه عليكم تتبعوا مرحله بمرحله وما تغلطوش. الكنيه كتكتب ماجيسكيل كبيره، الفرنسي كتكتب ماجيسكيل كبيره، والحروف ديال لاكارت حتى هما كبار. وبالنسبه للعنوان، العنوان ديرو فين ساكنين دابا، ما ديروش ديال لاكارت. بحال دابا كاين شي واحد خدام نفترض في كازا، هو عنده العنوان ديال اكادير، يدير ديال كازا فين كاين دابا، ماشي ديال اكادير. وحاجه اخرى، بالنسبه للناس اللي باغيين يسجلوا الوالد ديالهم ولا شي حاجه وما عندوش كونت، كيقول لك لا ندير الكونت ديالي انا، راه غير الوالد. لا خويا، ما غاديش يديروا، ما غاديش يصيفطوا لك الفلوس في الكونت ديالك، غيصيفطوها للوالد ديالك، غيصيفطوها ليه بار، بحال كيف ما داروا مع الناس في كاش بليس ولا البريد كاش ولا وافا كاش، بحال هكا ما غاديش يفيرسوها لك في الكونت ديالك، حيت هما كيقارنوا واش الكونت ديال هذا السيد نيت ولا ماشي ديالو. هذا ما كان، الا كانت شي تساؤلات اخرى خلوها لي في التعليقات، ولا دخلوا الباج ديالي اللي طلع لكم دابا وخلوا لي الاسئله ديالكم، وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين. تهلاو في راسكم.